متابعين معكم مشاهدين، وصلنا لفقرة الأخبار المتنوعة. متشكر ملون. قام آلاف الفلسطينيين فجر اليوم بالتوافد لمدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت للنساء من كافة الأعمار دخول المدينة، بينما منعت الرجال دون سن 40 عام من الدخول. في فلسطين أيضا تقوم طالبة غزاوية بالاستفادة من مهاراتها كطالبة هندسة وتمزجها بالتطريز لتبدع فوانيس خشبية مطرزة ومميزة لشهر رمضان. وتجمع ناريمان البالغة من العمر 21 عام بين حبها للتطريز والبرمجة في إبداع منتجاتها الخشبية، علما أنها بدأت مهنة التطريز قبل 3 سنوات. بدأت الفكرة عندنا في كيف إنه نولد كهرباء لقطاع غزة، فكرة تكون طاقة نظيفة، طاقة متجددة نقدر نسد فيها عجز ولو بالبسيط. بدأت الفكرة معنا من خلال إنه كيف إحنا ممكن نساعد في سد العجز هذا. مشروع التخرج للأسف إنه في غلط بالكليب، ممكن نرجع نعيده بعد شوي. رح ننتقل لموضوع آخر. توفر تكية أم علي بالأردن إفطارا رمضانيا لنحو 2000 شخص يوميا، ويساهم نحو 100 متطوع تقريبا في إعداد هذه الوجبات للصائمين في وقت الإفطار كل يوم. وتساهم التكية التي تأسست عام 2003 بالتعاون مع جمعيات خيرية أخرى في إقامة موائد إفطار خارج التكية بالمحافظات، تقدم نحو 1500 وجبة يوميا. الانتقال إلى موضوع آخر، أبحرت يوم أمس أول سفينة تركية محلية الصنع للتنقيب على النفط والغاز في المياه العميقة شرقي البحر المتوسط، وتم إطلاق اسم فاتح على هذه السفينة من قبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برآت اليبرق. وبيّن الوزير بأن السفينة ستنقب عن النفط على عمق 2600 متر لأول مرة، لافتا أن تسمية السفينة باسم فاتح هو لإحياء الإرث المستمد من التاريخ وإطلاق عهد جديد للبلاد حسب تعبيره. منظمة الصحة العالمية بتقول أن استخدام التبغ لا يزال سبب رئيسي في الإصابة بالأمراض والوفيات، وأظهر تقرير حديث عن المنظمة أن انتشار تدخين التبغ في جميع أنحاء العالم تراجع من 27% في عام 2000 إلى 20% عام 2016. صحيح، وهو ما يدل على إحراز تقدم، لكنه أشار إلى أن التبغ ما زال يتسبب في وفاة ملايين الأشخاص سنويا، ومنهم 890 ألف حالة وفاة نتيجة الاستنشاق غير المباشر لدخان التبغ. للأسف أنه المدخن السلبي أوقات بيتضرر أكثر من المدخن ذاته. معك الأسف. نعم، رح نروح هلأ نرجع على الشيء اللي حكينا عنه قبل شوي، واللي هو الطالبة الغزاوية اللي استفادت من مهارتها كطالبة هندسة ومزجتها بالتدريس. خلونا نشوف سوا. أنا بستغل الهندسة بالتطريز. كيف؟ في عدة برامج بفوت عليها اللوجو أو أي شعار بدي أطرزه، فهي بتحول لي لباترون فأنا بطرزه. الناس العادية أو الستات العاديين بلاقوا صعوبة إنهم يستخدموا هيك برامج لأنها شوي صعبة ومعقدة، فهاي أنا مساعداني كتير لأكون مميزة.
في عندي حلم في التطريز انه يصير لي معرض خاص فيا تنعرض فيه رسوماتي للتطريز ولوحاتي انها تصل للعالم برا. حلو شغل الصبية. خلينا هلا نتابع ابرز الفعاليات والانشطة اللي ممكن يتم السوريين بكل مكان. تابعين معكم مشاهدينا، بعد الفاصل عنا رح يكون أهالينا.